ولا من أجل هذا أو ذاك، يثبت. وإن تزلزلت الجبال، وإن عصفت العواصف، فيثبت على الحق. أحسن الله إليكم. وهذا يقول نريد، يعني هذا يطلب طلبا خاصا، يقول نريد كلمة توجيهية لي ولزوجتي حول الطاعة، ونحن هنا حضور في هذا الجامع، حول الطاعة والحقوق الزوجية والتماس العذر والإحسان بيننا والتودد من كلا الطرفين، عل الله أن ينفعنا بهما وجزاك الله خيرا. يجب على الزوجين أولا أن يعلم أن كلا منهما أمانة في عنق صاحبه يوم القيامة، وأن الله سائله عما يظلم فيه صاحبه من حق، فليؤدي كل منهما حق الآخر كما أمر الله عز وجل. ثانيا التسامح بينهما فيما يمكن فيه التسامح والعفو. هذا خلاصة ما أقوله لكما وللسامعين الآن.